الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم معايا في قناتي مقتطفات حلو من كل مكان. معاكم أم أحمد. النهاردة عمل لكم طريقة عمل الزلابية أو العوامة أو لومة القاضي، أي مسمى أنت تحبوه، المهم إن أنا هعملها النهاردة إن شاء الله بإذن الله. تبقى وصفة سهلة عليكم وجميلة إن شاء الله، لو تابعتنا في الخطوات بتاعتها هتبقى جميلة وسهلة إن شاء الله. مقاديرنا عبارة عن حوالي 2.5 كوباية دقيق أو 0.5 كيلو دقيق، 3 معالق كبار سكر، معلقة ونص خميرة فورية، معلقتين نشا. طبعا لو مفيش نشا ممكن تحطي كاستر، هو المفروض كاستر يعني، بس مش موجود معايا كاستر، فانا حطيت معلقتين نشا، نص معلقة ملح، مش هتأثر في الطعم بس هتديها نكهة وطعم تاني، وكوبايتين مية كبار بس يكونوا دافيين. طبعا هحاول بقى ان انا اطبق المقادير بتاعتنا على بعضها. هحط الاول السكر والخميرة على الدقيق والنشا والملح اقلبهم كده مع بعض. احط بقى الميه احسن حاجه بقى ان احنا الميه دي نحط شويه بشويه عشان خاطر الاول لازم العجينه تبقى متماسكه، وبعد كده نزوده ميه شويه شويه عشان خاطر تبقى ايه العجينه بتاعتنا كويسه. ما نحطوش كميه الميه كلها لان في دقيق بيختلف عن دقيق. ولازم المايه تكون دافيه عشان خاطر الخميره بتاعتي تشتغل بسرعه وتختمر على طول. افضل اعجن فيها كده لحد ما احط كميه المايه كلها. وبعدين في دقيق بيختلف عن دقيق، يعني ممكن اعوز ميه كمان، انتوا ممكن ما تعوزيش، الدقيق كله بيختلف عن بعض. اهي انا معاكي خطوه بخطوه اهو. طبعا انا مش هحط كميه الميه كلها، انا حطيت جزء منها اهيت لان انا حطيت الكوبايتين ودول اللي اتبقى ماشي، لان العجينه بتاعتي محتاجتش ميه تانية اهوت، انا عاوزاها بالدرجه السمك ده. وهرب بقى كده زي ما احنا كنا بنرب العيش بتاع زمان ده، هو لازم يتربى كده عشان ندخله الهواء كله في العجينة من جوه وتطلع هشة ومقرمشة وحلو. خلاص العجينة بتاعتي بقت جاهزة كده، اتعجنت من 5 لـ10 دقايق لحد ما القوام بتاعها بقى كده، وهغطيها بقى بكيس واسيبها بقى حوالي نص ساعة لحد ما تختمر وارجع لكم. على ما العجينة تختمر معايا حلة عشان خاطر اعمل العسل، هحط فيها حوالي 3 كوبايات سكر، كوباية اهي، كمان كوباية، وكوباية ونص مية، كوباية هي ونص مية على نص ليمونة،
واسيبها تغلي على النار من 5 لـ7 دقايق، وبعد ما تغلي واللي تقعد معايا احط لها شويه فانيليا. دلوقتي سبت العجينه لحد ما اختمرت كده بعد المنظر ده، هبدا بقى ان انا ايه اهويها، اقلب فيها كده لحد ما اطلع الهواء منها كله كده. جبت كيس لبسته في برطمان كده عشان ايه افضي ده كله كده في الكيس كده. جهزت الكيس بتاعه اهو، وفتحه صغيره كده، ومعايا طبق كده فيه شويه زيت عشان خاطر كل شويه عشان خاطر ما تلزقش في ايدي. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط العجينه كده وايديها تبقى متعصي زيت، تبقى مدوره وحلوه. اول ما تنزل في الزيت تبقى مدوره وحلوه، شكلها حلو كده، كلها وحدات صغننه صغننه كده اهي. موضوع سهل خالص، وفكره الكيس دي حلوه، بدل ما تحط ايدك في العجينه وتطلعي واحده واحده كده بايدك الاتنين، ادي احنا ايه حطيناها في كيس ولمينا العجينه بتاعتنا في كيس ونطلعها واحده 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 صغننه كده على قد ايه. اول ما تحط في الزيت ترتفع كده وتبقى شكلها حلو كده. نعصر دينا كل شويه زيت بس. بسم الله ما شاء الله. وده عن بقى الاشكال الهولاميه اللي كانت بتتعمل الاول. طبعا هبدا اقلب كده. بسم الله ما شاء الله. هي دورت معايا وبقت حلوه هي. ولازم ما تمليش الطاسه قوي عشان خاطر ايه لما تنفش كده في الزيت ما تاخدش مكان. هبدا اقلب كده كله مع بعضه كده. طبعا اول ما تصفر كده هطلعها واسيب الزيت لحد ما يهدى، وهي تهدى كده برده شويه وارجعها تاني في الزيت. هي دي الدرجه اللي انا هطلعها فيها. طبق كده درجة اللون بتاع الحتة ديت، اول ما احطها تاني في الزيت لما الزيت يهدى بقى وهي تهدى شوية عشان تبقى مقرمشة وحلوة. احط الكمية التانية وارجع لكم. طبعا الكمية اللي انا عملتها هي دي ودي، طبعا هي طالعة بيضة هي لحد ما بس ما تهدى عشان تفضل مقرمشة وحلوة وما تطراش بعد كده. سلامي تحتي خلاص برد اهي، هبدأ احطها بقى في الزيت بالطريقة دي. واقلب بقى كده تبقى مرمشة من برا وهشة وطرية من جوه ان شاء الله بإذن الله. نقلب كده عشان تبقى ايه حمرة من جميع الاتجاهات. هي احمرت كده، الكاميرا طبعا مش موضحة قوي، طبعا هي احمرت اهيت ودرجة الحمار بتاعتها بقت حلوة كده ذهبي كده ولونها جميل وحلو كده. اطلع بقى الكمية دي واحط اللي ايه الكمية التانية. حطيت الكمية التانية اهيت. طبعا الكمية اللي انا حطيتها
اللي طلعتها هي الزلابية بتاعتي الجميلة، اللي حطيتها في العسل اهيت، ولازم نسيبها في العسل كده شوية عشان تشرب عسل من جوه وتبقى معسولة وطعمها جميل ان شاء الله. مش هطلعها بقى على طول لحد ما دي تتحمر معايا كمان. بسم الله ما شاء الله، بسم الله تبارك الله. العوامة بتاعتي جاهزة او الزلابية جاهزة درجة اللون الجميلة ديت، بسم الله ما شاء الله. وفي الطبيعة بقى احلى واحلى. وداعا بقى للاشكال الهولامية اللي كانت بتتعمل الاول، لو عملتها بالخطوات الجميلة اللي انا عملتها بها دلوقتي ان شاء الله مش هتندم ان شاء الله لو عملتها بالطريقة ديت. وجميلة بقى وهشة ومقرمشة من جوه، والعسل ده خطير خطيرة، واو. هضعها قدامكم بقى كده هيت، هشة وجميلة وروعة. متنسينيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم فيديوهاتي الجديدة أول بأول. ولو عجبك الفيديو دوسي لايك للفيديو ودعم منك للقناة. واترككم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.